بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ربنا يفهمنا اتباع السنة وتطبيقها من السنة. أن نعرف الناس أنه المتوفى، المتوفى هو عماد نافذ محمد سالم أبو دي العمور. هذا شاب يا جماعة الخير في ريعان شبابه، ما بندري راح وجاء. اللي إله عليه حق، اللي إله عليه حق مادي معنوي، أبوه موجود، عمامه موجود، وقرايبه موجود، بتخلوش عنه. الله يسامحه. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى الفاتحة، التكبيرة الثانية صلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة الدعاء لعامة المسلمين. نسأل الله أن نخلص في الدعاء. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. الله أكبر. اللهم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
أهواؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يسمع الميت ثلاث أهله وماله وعمله. قال فيرجع اثنان ويبقى واحد.
الأهل والأقارب والأحباب والأصدقاء كلهم يرجعون. يبقى معك يا عبد الله عملك. لما كان سيدنا علي رضي الله عنه يمر على هذه القبور كان يقول بمثل هذا فليعمل العاملون، بمثل هذا فليعمل العاملون. سيدنا عثمان رضي الله عنه، عثمان الغني، كم قدم لأجل الله، كم تبرع من ماله لله، لكن لما كان يذكر أمام الجنة والنار لا يبكي، ولكن لما كان يذكر أمام القبر يبكي. فيسألوه الصحابة: يا عثمان، لماذا لا تبكي على الجنة ولا على النار وعندما نذكر أمامك القبر تبكي؟ قال: إن هذا القبر أول منزل من منازل الآخرة. إذا صلح هذا المنزل، إذا كان في هذا المنزل، لأن ورد في معنى الحديث أو في معنى الأثر، قال: لا تحسب القبر حفرة من تراب، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. بداية الآخرة، بداية عالم البرزخ. متى؟ عند سكرات الموت. وأول منزل من منازل الآخرة هو القبر. لذلك عثمان رضي الله عنه لما كان يذكر أمام القبر يبكي حتى تبتل لحيته رضي الله عنه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل عليه السلام قال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. الله يقول للنبي: أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل واستغناؤه عن الناس، أو كما ورد. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل جلاله يبين ويقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يأتي على هذا الإنسان هذه الأحوال حيا أو ميتا، تنزل عليه هذه الأحوال، لكن ربنا جل جلاله يعطيك غير هذه الأحوال. الله يقول: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. من الذي يصبر؟ المصلي هو الذي يصبر، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سيدنا العباس رضي الله عنه، أو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان في سفر فجاءه خبر أن ابنه مات، أن ابنه مات. قال: لما سمع الخبر نزل عن الراحلة وتوضأ وصلى ركعتين. ويقول الصحابة رضي الله عنهم من حوله، قال: يا عبد الله بن عباس، ما علاقة الموت بالصلاة؟ قال: ألم تقرأوا قول الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لما يموت ابن هذا الإنسان، أو قريب هذا الإنسان، أو حبيب هذا الإنسان، هناك ملك موكل على عند هذا الإنسان يسمع ماذا يقول. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لأجل ذلك أيها الأحبة، فإن عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال: كفى بالموت واعظا. ومعنى من لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. لابد أن نتوب إلى الله، لابد أن نرجع إلى الله، لابد أن نصلح ما بيننا وبين الله، لأن الصالحين كان لما يجلسوا فيما بينهم يتواصوا. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. لابد في هذه الأوقات، في هذه الأيام، في هذه المحن، في هذا الابتلاء، لابد نرجع إلى الله، لابد نتوجه إلى الله، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. لأجل ذلك لابد نتوب إلى الله، لابد خاصة شبابا شيابا، لابد الشباب يتوبوا إلى الله، يرجعوا إلى الله، يحافظوا على صلواتهم، يحافظوا على أعمالهم. لا يدري هذا الإنسان متى الموت، لا يدري متى الموت. الله يقول: يا عبد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأجل ذلك لابد نتوب إلى الله، لابد نرجع إلى الله، لابد نصلح فيما بيننا، لابد نصلح فيما بيننا، حتى ربنا جل جلاله يغير فيما بيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا خير الناصرين، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واهدنا إلى سواء السماء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا برزق خير فوفقه اللهم لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنه نزل بك وأنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أجود الأجودين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم جئنا شفعاء فاشفع له. اللهم إنه نزل بك وأنت خير المنزلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارحمه رحمة تغنيه عن رحمة من سواك. يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي
يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء